السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القسم 8-9 دوائر المحس والمقاوم مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية، وذكرت الفيزياء التراكمية كل درس بيومه. جيبوا ورقة وقلم متابع معي الحل خطوة بخطوة. جيبوا الورقة اللي كاتب فيها المعادلات. في الدائرة الموضحة في الشكل توفر بطارية 18 فولت، R1 6 أوم وR2 6 أوم وL 5 هنري. احسب كلا مما يلي بعد غلق المفتاح مباشرة. لاحظ حطيت لك يا باللون الأحمر لأنه بدك تفهم تجيب معلومات نظري. في الدائرة التي تحتوي فقط على المقاوم سيتم تدفق التيار على الفور تقريبا بعد غلق المفتاح مباشرة. بعد ما بنغلق المفتاح التيار حيمر في هذه الدائرة فورا، لذلك بنقدر نحسب التيار المتدفق خارج البطارية من المعادلة قانون أوم. التيار تساوي فرق الجهد على R2 اللي هي هذه، ويساوي 3 أمبير. حدا حيسألني مو هالدائرة ما حيمر فيها، حيمر فيها تيار، لكن التيار بده يمر هنا سيزداد أضعاف مضاعفة من الصفر إلى الحالة المستقرة، لكن فورا حيمر هنا بوجود الملف هنا حيتباطأ مروره في هالفرع. الطلب بي التيار المار في R1 بعد غلق المفتاح مباشرة. يعمل المحس كدائرة مفتوحة، لذلك لا يوجد تيار عبره، وبالتالي لا يوجد تيار عبر R1 أي وين بعد غلق المفتاح مباشرة في الوضع R2 وR1 وإلف على التوازي. إذن بعد غلق المفتاح مباشرة R1 ما بيمر فيها تيار. التيار المار في R2، التيار المار في R2 هو التيار هذا فرق الجهد على R2. فرق الجهد بين هالنقطتين هو نفسه فرق الجهد هنا، إذا هو نفس التيار الكلي عبر R2. دي فرق الجهد عبر R1، R1 ما مر فيها تيار، إذا فرق الجهد صفر. فرق الجهد عبر R2 وقانون أوم، فرق الجهد يساوي التيار في R2. التيار حسبناه 3 والمقاومة 6-18. ما بننسى أنه هذا كل هالحكي بعد غلق المفتاح مباشرة. F فرق الجهد المحتمل في L، شو بنعمل؟ نطبق قانون كيرشوف للحلقة اللي فيها القوة المحركة R1 وL بهذا الشكل. هاي القوة المحركة للبطارية ناقص VL ناقص VR1 وتساوي الصفر، وانه ومنه VL وتساوي V للبطارية ناقص V إلى R1. VR1 كام حسبناها؟ صفر. إذن فرق الجهد المحتمل بين طرفي L 18 فولت. جيم معدل تغير التيار عبر R1، معدل تغير التيار في هذا الفرع متساوي، معدل مرور التيار في هذا الفرع متساوي، معناته معدل تغير التيار في R1 هو معدل تغير التيار في الملف. منجيب VL وتساوي، كونه حسبنا VL هنا، VL وتساوي لL في DI على DT. نحن بدنا دي اي على دي تي، دي اي على دي تي تساوي بي ال على ال، بي ال 18 على 5 وتساوي 3.60 امبير لكل ثانيه. لاحظ كل هذا الحكي بعد غلق المفتاح مباشره، فلذلك بالاسئله بدك تنتبه لعبارات في السؤال في صيغه السؤال. وفي رعايه الله لا تنسونا من الدعاء.